السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة جديدة من أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، تغلب المنتخب الأولمبي العراقي على نظيره الأولمبي البحريني بهدفين مقابل هدف، وافتتح العراق أهداف المباراة بهدف من أمجد عطوان في الدقيقة 52، وأضاف مازن فياض الهدف الثاني للمنتخب في الدقيقة 69، وقلص علي جعفر النتيجة للبحرين في الدقيقة 84. وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف أمام منتخبنا، وذلك بعد فوزها على أفغانستان 8 أهداف مقابل لا شيء. وسيلتقي منتخبنا يوم غد المنتخب السعودي ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأولمبية الساعة 6:00 مساء بتوقيت بغداد، وستكون منقولة على العراقية الرياضية والسعودية الرياضية. ويذكر أن نظام التصفيات ينص على أن يتأهل أول كل مجموعة، وأفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني، يضاف لها البلد المضيف الصين الذي تأهل رسميا ليصبح العدد 16 منتخبا يشارك في النهائيات. أكد قائد منتخبنا الوطني العراقي السابق يونس محمود أن الكرة العراقية بحاجة إلى وجوه شابة لقيادتها. وقال محمود في لقاء متلفز أنه عازم على الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة، وأنا قادر على رئاسة الاتحاد وقيادة الكرة العراقية التي تحتاج إلى وجوه شابة ودماء جديدة لتطويرها، وأن الكرة العراقية بحاجة إلى تطوير علاقاتها مع باقي الدول لأن في هذه الفترة انقطعت. يونس ختم حديثه قائلا: تعرضت إلى مؤامرة جعلتني أبتعد عن المنتخب العراقي، وتعلمت الكثير من تجربة 15 سنة مع المنتخبات الوطنية. نقول الرشح للرئاسة، بس احنا مو 100% يعني راح نرشح للرئاسة، من الممكن ان اصل مرحلة يصير بها التغيير انسحب انا، اذا كانت شخصية مناسبة تكون الاتحاد انسحب انا، سويت اللي علي وصلنا اللي. فما هو رأيكم يونس كريسن الاتحاد؟ فاز البطل الأولمبي الذهبي العراقي جراح نصار بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة حاليا في لندن، بعد حصوله على ذهبية رمي الثقل لمسافة 10 متر. ألف مبروك لبطلنا. وقع رسميا لاعب خط الوسط العراقي رايبين أسعد مع فريق هامير بالسويدي الذي ينشط في الدوري الممتاز، والذي يعتبر من أكبر فريق سويدي من حيث القاعدة الجماهيرية. الموهبة العراقية رايبين البالغ من العمر 22 عاما كان يلعب في نادي هالمستاد السويدي، وقع لمدة موسم ونصف مع النادي هامربي مع خيار تمديد لمدة عام آخر. أكد المدير الرياضي للنادي للموقع الرسمي أن رايبين لاعب يمتلك مميزات مثيرة للاهتمام جدا، وأعتقد أنه يمكن أن تتطور معنا ليكون اللاعب الثاني من أصول عراقية بعد اللاعب جيلون حمد مع النادي.